مع تواصل أعمال العنف والتصعيد العسكري بين حركة حماس والجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، أكد كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن والعاهل الأردني عبد الله الثاني على ضرورة ضمان عدم تهجير الفلسطينيين من القطاع ووقف الأعمال القتالية هناك. البيت الأبيض قال في بيان إن الرئيس جو بايدن والعاهل الأردني عبد الله الثاني بحثا خلال اتصال هاتفي آليات وقف الأعمال القتالية والعنف في قطاع غزة وتخفيف حدة الخطاب والحد من التوترات الإقليمية في المنطقة، مشددين على أهمية حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني. وأضاف البيان أن الطرفين أكدا على التزامهما بالعمل معا ومع الشركاء الإقليميين لتهيئة الظروف لسلام دائم في الشرق الأوسط بما يشمل إقامة دولة فلسطينية. في الأثناء قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية أنتوني بلينكين شدد خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ على ضرورة اتخاذ الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين بقطاع غزة، مؤكداً على دعم الولايات المتحدة لحق إسرائيل بالدفاع عن نفسها بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني. من جانبه أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن مستوى المساعدات الإنسانية المسموح بدخولها إلى قطاع غزة غير كاف، معرباً عن قلق المنظمة الدولية البالغ إزاء تصاعد حدة النزاع بين إسرائيل وحركة حماس، ومحذراً في الوقت ذاته من خطر التصعيد العسكري خارج القطاع. يأتي هذا فيما أعلن كل من الرئيس التشيلي جابرييل بوريتش والكولومبي غوستافو بيترو أن بلادهما استدعتا سفيرهما في إسرائيل على خلفية الحرب بقطاع غزة، في حين أعلنت وزارة الخارجية في بوليفيا أن الحكومة قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، متهمين تل أبيب بارتكاب جرائم وانتهاكات ضد الإنسانية والقانون الدولي الإنساني.